السلام عليكم جميعا، مرحبا. كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ نحن اليوم عندنا وصفة لكم بتكبر اللي عندك، وصفة اقتصادية مكوناتها موجودة عندكم أكيد. نحن ما بدنا نعطيكم وصفات غالية كتير ثمنها يكون كتير غالي. هيدي الوصفة كتير كتير منيحة وكتير نافعة وكتير رح تنفعكم. منا إلى أول شيء ملعقة من مطحون الحلبة، حط هون ملعقة مطحون الحلبة. منا إلى شوية رشة زنجبيل مطحون، حط له هون زنجبيل مطحون. عنا هون إلى زيت السمسم مع العسل مع بعض، زيت السمسم الأسمر. إذا ما عندكم هيدا الزيت المخلوط فيكن تحطوا زيت سمسم وتحطوا له شوية عسل. أنا رح حط هيدا هون معهم، وهدول يا حبيبيش بنخلطهم مع البازلين الطبي. ملقت بازلين طبي بنحطها هون فوقهم. وبنخلطهم مع بعض. شايفين صار عندنا هيدا المعجون. هيدا المعجون بتستعملوه بتحطوه هون فوق، ودهن تدهنوه من تحت لفوق. دهن وشوية شد ومط من تحت لفوق، شوية شد دهن شد ومط شد ومط. ملوها على 15 يوم وشوفوا النتيجة كيف رح تصير عندكم. اوكي، هيدا الفيديو لكم. نتمنى انه نحن المشاهدين النساء اللي بيشوفوا قناتنا ما يكونوا زعلانين مننا، لانه نحن بدنا نساعد كل الناس، وقناتنا قناة اجتماعية فيها فيديوهات مفيدة لكل الناس. اوكي، بارك الله بكم، الله معكم، مع السلامة.